عندلك سندوتش معايا. سندوتش فحونت. الواد سواق الاتوبيس دخل في غيبوبه. ما كاتبين كده في الجنان؟ لا في البوتاجاز. ما هو البوتاجاز في ايدي اهو. يبقى احنا كده في الامان. نسرح بقى الموتوره ونخلص منها. لا اتقل شويه على موضوع الموتوره ده. طب ونتقل ليه طالما ما جابوش سيرتنا؟ يبقى احنا في الامان. مش جايز. كاتبين الخبر ده بالعنيه علشان يدونا الامان. مش قوي كده يا ميخا، ما تكبرش من دورك. ومعنا كانوا عارفين ان احنا هنقرا الجنان. انا مش قلت قبل كده بعد كلامي مات الكلام؟ انا هنا بس اللي اتكلم وكلكم ودان. مفهوم؟ مفهوم. بس انا مش قصدي حاجه ولا قصدي اعدل عليك. انا بقول ايدي على ايد بتساعد يعني، وما فيهاش حاجه يعني لما نقلب لبعض النور. ليه سواقين ميكروباص هنقلب لبعض النور؟ الهاري انتهى. ماشي بس يعني ما تنساش برضه يا مخون ان انا ابن عمك، يعني مش حد غريب. لو انت تفتكر ان انت لولا ان انت ابن عمي ولو واحد غريب كنت سبتك قعدت تسير معايا ولا تتكلم معايا ولا حتى عديت من قدام باب المزرعه. اكتب مسرور. يعني انا اتخطفت بسببكم واتطحنت بسببكم. وانت اتخطفت ولا اتطحنت؟ الاثنين يا حبيبي. اتخطفت واتطحنت. اتطحنت فين بقى؟ بره عند السوق. مش انا كنت ههرب؟ اه والله كنت ههرب ونطيت بره السوق، بس ثبتوني بالسلاح وجابوني على هنا. معاهم سلاح. دول مرشقين. يعني ايه مرشقين؟ يعني معاهم سلاح كتير يا خديجه. عرفت يعني ايه مرشقين؟ ده معناه ان حد فيهم خد تليفونك بالغلط؟ هو مخيول مفيش غيره. هو انا قابلته مره واحده بس في الغرزه. يعني ايه غرزه؟ ده مكان بنضرب فيه حاجات ممنوعه يا خديجه. عرفت يعني غرزة؟ حشيش يعني؟ حشيش. انتش عرفك بالحشيش. الحشيش ده بقى حلو ولا وحش؟ حلو قوي. مش حلو ومالكش انت دعوه بيه. امال انت بتشربه ليه؟ يا سيدي انا حمار وفاشل، انما انت حلو وجميل ولسه قدامك مستقبل. ما انا لو ما كنتش بشرب حشيش ما كانش زماني رحت الغرزة وخدت الموبايل من مخيون. وما كانش مخيون خد باله ان الموبايل اللي معاه ده مش بتاعه. صامت. المعلم مخيود الباشا، المعلم مخيود الباشا، معلم يا حبيبي. عايز يقتلك. عايز يقتلني ليه؟ فكرت خدت الموبايل حطيته في جيبي من غير ما ابص فيه. مش مجمع من اللي عمله فيها فرهضه.